مساء الخير يا شباب، معكم صالح وسامي من لايت اكاديمي، والنهارده فيديو جديد من فلاتر. هنكمل فيه الاي كوميرس اب بتاعنا. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل سبسكرايب للشانل وفعل زر الجرس. مبدئيا كده النهارده هنعمل الساين اب سكرين، وهنعمل الفاليديشن لللوجن سكرين والساين اب سكرين. تعالوا في البدايه خالص نعمل ويدجت سكرين مع اللوجن سكرين بتاعتنا، وهنسميها ساين اب screen stateless widget، وهيبقى اسمها برضو sign up screen. وتعالى نحط ال scaffold. طبعا انت مجرد ما بتعمل enter لل scaffold هو بيعمل import لل material dot dart على طول، فعشان كده انا مش بعمله import. وخلينا حاطين فيها container بس دلوقتي مش اكتر. وتعالى طبعا في الويدجت دي، بما ان انا ممكن اروح لها اديها الاي دي بتاعها static string واي دي، وهنسميه sign. تمام، واقدر كده اروح في المين دوت دارت اعمل نافيجيت ليها، احط الراوت بتاعها. تمام كده، كده انا خلاص عملت. اقدر دلوقتي لو مجرد ما اعمل كليك على ايا يكن البوتن اروح ليها. طب دلوقتي احنا عايزين لما نضغط على الساين اب ايه يودينا ليها. تمام، فتعال نروح لللوجن سكرين، واروح على التكست اللي هو اسمه ساين اب اهو. طبعا هو تكست مش بوتن، فبالتالي لازم اعمل له ايه، لازم احطه جوه ويدجت اسمها جستر ديتكتور، اللي هي بتسمح لي ان انا اعمل تاب على ايا يكن التكست او الويدجت اللي هي موجوده جواها. هنرابط ويدجت وهنسميه جستر ديتكتور، وهنستخدم الاون تاب بتاعتها. وفي الاون تاب بقى هنستخدم النافيجيت دوت بوش نيمد. ليه بوش نيمد؟ لان احنا بالفعل مستخدمين الراوتس اللي هي النيمد راوتس في المين دوت دارت، ده لازم كده تستخدم البوش نيمد، وهي ابسط طبعا. sign up. طبعا مش الاوبجكت، احنا محتاجين الاي دي string. تمام كده، احنا لو عملنا كليك المفروض ان احنا نروح على البيج اللي هي اسمها sign up. فتعالى نعمل كنترول اس كده ونعمل كليك، واحنا كده الدنيا مش شغاله مظبوط. تمام، فتعالى بقى نروح على البيج اللي اسمها ساين اب سكرين، ونبتدي نبني اليو اي. مبدئيا كده احنا عندنا اليو اي هيبقى بالظبط زي الانترفيس بتاعه اللوجن سكرين. الفرق ان هيبقى فيه تكست فيلد بس زياده لايه، للنيم بس مش اكتر. فبالظبط احنا ممكن ناخد الليست الريتيرن كله كوبي بيست، واروح في ساين اب سكرين بدل الريتيرن اللي عندي احط الريتيرن ده، واعمل import طبعا للحاجات اللي هو عايزها اللي هي ال constant، وطبعا لازم اجيب ال height. طبعا لازم اجيب ال height من ال media query double، وهسميه height. وال height ده هيساوي ال media query dot of ال context، وبعدين dot size، بعد كده ال height. وبكده انا معايا ال height. طبعا ال context لان انت حاطط كده، انا حطيت اللاين بتاعي جوه الويدجت ذات نفسها، وده غلط لان انا محتاج الكونتكست، فبالتالي لازم احطه جوه البيلد ميثود بتاعتي. فخلي بالك من النقطه دي، هو كده كده هيديك ايرور، فبالتالي انت تعرف ان انت غلطان زي ما حصل معايا دلوقتي. كاستم تكست فيلد نعمل له امبورت، كده هنعمل امبورت لكل حاجه كده. تمام، يعني لو انا عملت ساين اب كده اروح على نفس الويدجت المفروض، بس اعمل كنترول اس الاول، او نفس الويدجت بالظبط. كل اللي انا محتاجه طبعا غير بس شويه حاجات في البيج ديت عشان تبقى ايه، تبان ان هي ايه، انها ساين اب سكرين مش لوجن سكرين. اول حاجه هضيف كاستم تكست فيل زياده، فتعالى كده نضيف كاستم تكست فيل زياده. ادي عندي التكست فيلد اللي فيه الايميل، فانا هروح قبليه على طول كده واعمل كاستم تكست فيلد، وهديله الايكون بتاعته هتبقى الايكونز دوت
person person ident ايوه هي دي، وبعد كده هديله الهنت هيبقى enter your name تمام، وممكن اديله نفسي طبعا السايز بوكس اللي مستخدمينه هنا تمام اوي كده، واروح طبعا في اللوجن ذات نفسها اشيل النافيجيت ده طبعا مش محتاجه، واخليها بدل ساين اب هتبقى لوجن، و don't have an account لا هخليها do have an account تمام لوجن، وطبعا بدل اللوجن نخليها ساين اب، فتعالى تمام. طبعا في حاجة أنا سيبها لك أنت تعملها، يعني اعتبرها تشالنج مثلا، اللوجو بتاعنا اللي هو الستاك اللي هو الستاك وفي الإيمج والبوزيشن ممكن نحتاجهم في أي وقت، فيفضل نخليهم ككاستم موجت لوحديها، ووقت ما نحتاجها إيه نستخدمها. ده اللي تشالنج بتاعك أتمنى تعملوه لوحدكم يعني. النقطة التانية اللي هنتكلم فيها النهاردة هنتكلم فيها عن الفاليديشن. يعني إيه فاليديشن؟ فاليديشن يعني أنا أتأكد إن الإنبوت بتاعي اللي داخل في التيكت فيلد نفس الحاجة اللي أنا عايزها. يعني لو عايز اتاكد اذا كان هو امتي ولا لا اقدر اعملها من خلال الفاليديشن، عايز اتاكد اذا كان هو الشكل اللي في دماغي ولا لا برضو اقدر اعملها من خلال الفاليديشن. الفاليديشن بيتعمل ازاي في فلاتر؟ بيتعمل بسهوله جدا والموضوع بسيط، وبيتعمل من خلال 3 ستيبس بالظبط هنمشي عليهم عشان نعمله الفاليديشن. اول ستيب ان احنا نخلي التكست فيلد ما يبقاش تكست فيلد لكن يبقى حاجه اسمها تكست فورم فيلد. فتعال نروح على الكاستم ويدجت بتاعتنا ونروح على الكاستم تكست فيلد وهنغير التكست فيلد هنخليه تكست فورم فيلد. طب ايه الفرق ما بينه وبين التكست فيلد العادي؟ التكست فورم فيلد بيسمح لك انك تستخدم حاجه اسمها فاليديتور. ايه الفاليديتور ده؟ لو رحنا وقفنا على الفاليديتور بكنترول كيو كده هتلاقي ان الفاليديتور بياخد فانكشن، الفانكشن ليها ريتيرن. في العادي احنا دايما كانت الفانكشنز بيبقى الريتيرن تايب بتاعها دايما void، لكن في الحاله دي string. ليه string؟ لان ده الايرور مسج بتاعتك. يعني انت من خلال الفاليديتور ده هتعمل الفاليديشن بتاعك، يعني هتعمل الحاجه اللي انت عايز تحدد على اساسها هيطلع له ايرور ولا لا، والايرور هيبقى في هيئه ريتيرن على هيئه string. يعني تعالى كده نشوف، احنا طبعا الفاليديتور بياخد input اللي هو بيبقى بياخد الفاليو دي اللي هو التكست اللي جاي لي منين، جاي لي من التكست فورم فيلد. وبعد كده تعالى بقى في البادي بتاع الفانكشن هقول له اف، انا عايز اعمل فاليديشن هل الفاليو اللي داخله لي امتي ولا لا. ده الفاليديشن اللي انا هعمله. انت ممكن تعمل فاليديشن تاني، يعني ايا يكن الفاليديشن اللي انت عايز تعمله هتقدر تعمله في نفس المكان. فانا في حاله الفاليو كانت امتي هقول له ايه؟ هقول له ريتيرن، والايرور مسج بتتكتب على هيئه string. شوف انت عايز تقول له ايه في الحاله دي. انا في الحاله دي هقول له الفاليو از امتي تمام. انا كده عملت فاليديشن، الفاليديشن يعني عملت حاجه يعمل على اساسها فاليديشن. الحاله بتاعتي كانت ايه؟ كانت الفاليو بقى امتي. انت ممكن لو عندك ايا تكن بقى الحاجه اللي انت عايزها شوف انت الفاليديشن بتاعك هيبقى ايه، وانت تقدر تعمله من خلال الفاليديتور اللي عندك ده. يعني ممكن تكتب اكتر من اف ستيتمنت زي ما انت عايز. طبعا العلامات الصفراء دي مش ايرور، هو بيقول لك بس ان في ريتيرن ستيتمنت ناقص. ليه؟ مع ان انا كاتبه، لان انت في الاف نفترض الاف ما اتحققتش بالتالي ما فيش ريتيرن، فهو بيقول لك خلي بالك الفانكشن دي المفروض بتعمل ريتيرن بس انت هنا مش كاتب ريتيرن في كل الحالات على الاقل. فاحنا ممكن عشان نخلص من الموضوع دلوقتي هقوله return لسترينج فاضي، بس خلي بالك هنغيرها كمان شوية، بس أنا كاتبها كده عشان هنفهم نقطة بس كمان شوية. تعالى بقى دلوقتي هنروح على الساين اب سكرين بتاعتنا. إن الستيب التانية إن أنت عشان تقدر تستخدم التكست فورم فيلد وتعمل فاليديشن لازم تحطها جوه ويدجت. الويدجت دي اسمها إيه؟ اسمها فورم. طب دلوقتي أنا عندي كام تكست فورم فيلد؟ أنا عندي 3، فبالتالي هحطهم كلهم جوه فورم واحد. أكيد مش هروح أحط كل واحدة جوه فورم، الموضوع مش عملي، فهحط 3 جوه فورم واحدة. فانا عارف ان الثلاثه لو الثلاثه كانوا في كولوم هحط الكولوم، لو الثلاثه كانوا في ستاك هحط الستاك، لو الثلاثه كانوا في رو هحط الرو، لكن حاليا الثلاثه جوه ايه؟ جوه ليست فيو. فانا اروح احط الليست فيو ذات نفسها جوه ايه؟ جوه الفورم تمام. دي الستيب الثانيه. الستيب الثالثه دلوقتي انت عشان تعمل فاليديشن باستخدام الفورم ده محتاج حاجه اسمها كي. الكي ده هنقوله اهميته دلوقتي، بس خلينا عارفين ان الستيب الثالثه ان انا عشان استخدم الفورم محتاج حاجه اسمها الكي تمام عشان اقدر اعمل فاليديشن. فتعالى نبني الكي بتاعنا
فالكي هيبقى اوف تايب جلوبال كي، تمام، وهيبقى التايب بتاعه من جوه هيبقى فورم ستيت، تمام، وهسمي الاوبجكت جلوبال كي برضو، سميه ايا يكن اسم الاوبجكت اللي انت هتسميه، بس انا هسميه جلوبال كي، وهقول جلوبال كي وبرضو فورم ستيت. طبعا كده خلاص، كده انا عملت اوبجكت من اسمه جلوبال كي من تايب جلوبال كي واخد فورم ستيت، تمام، حلو قوي. هروح بقى ادي الكي ده لمين؟ للكي بتاع اديه للفورم، فهروح اديها الجلوبال كي. حلو قوي، ايه فايده الجلوبال كي؟ الجلوبال دي الكي تقدر الحاجه اللي بتشاور على الفورم، يعني هي اللي بتعمل تراك للفورم وضعها ايه دلوقتي وايه الحاجات اللي فيها، تمام. طب ده هيفيدنا في ايه برضه؟ يعني ايه الفايده من كل ده؟ دلوقتي انا عايز اعمل فاليديشن، يعني انا خلاص اهو ادي الساين اب سكرين بتاعتي وعايز اعمل لوجن، تمام. انا المفروض اول ما اعمل لوجن، طب تعالى بس الاول، هي المفروض مش لوجن، هي المفروض ساين اب، فتعالى نغيرها نخليها ساين اب. تمام، دلوقتي انا عايز اعمل ساين اب، تمام. فدلوقتي انا عايز اتاكد اذا كان هو مدخل لي ايميل ولا باسورد، يعني لو عملت ساين اب دلوقتي مفيش اي حاجه هتحصل، ليه؟ لان البوتن حاليا فاضي. فتعال نروح على البوتن ذات نفسه، واكيد من خلال البوتن ده انا هستخدمه واعمل فاليديشن، صح؟ يعني على الاقل دي نقطه البدايه عندي، يعني انا من النقطه هنا دي انا هبتدي اعمل فاليديشن باستخدام التكست فورم فيلد. طب دلوقتي اعمل بقى فاليديشن ازاي؟ يعني ايه الكود اللي هكتبه عشان اقول له ابتدي اعمل فاليديشن؟ من خلال بقى جلوبال كي اهو، من خلال الجلوبال كي هقول له شوف الكرنت ستيت، شوف لي الستيت بتاعه الفورم، ومن خلال الستيت بتاعه الفورم اعمل لي فاليديت. طب فاليديت دي بتعمل ايه؟ لو رحنا كده على فاليديت هنلاقي ان فاليديت دي بتعمل لنا حاجه اسمها فورس ريبيلد، يعني من الاخر كده بتبني التكست فورم فيلد من الاول، بس المره دي بتبنيه بالفاليديتور، يعني بتشوف هل الفاليديتور ده بيعمل لي ريتيرن، لو بيعمل ريتيرن فابنيه بالايرور مسج اللي هي الريتيرن بتاعي، لو مفيش ريتيرن فابنيه من غير الايرور مسج. يعني لو رجعنا تاني على الساين اب سكرين وعملنا كنترول اس وبعد كده عملنا ساين اب، هتلاقي كله ظهر بايرور مسج values empty values empty values empty. طب تعالى كده ندخل قيمه ونجرب نعمل ساين اب واحنا في بالفعل تيكتس فورم فيلد موجود في فاليو، ونعمل ساين اب. شايف اللي حصل؟ هتلاقي اتنين اتبانوا اتعمل لهم ريبيلد بس بالايرور، بس الاول اتعمل له ريبيلد برده بس من غير المسج، بس على فكره في مسج ظهر، في مسج ظهر. ليه بقى؟ لان هو عامل لك خط احمر تحتيه، معنى كده ان التكست فورم فيلد ده فيه ايرور. طب ليه الكلام ده مع ان انا مدخل قيمه؟ لان خلي بالك انت هنا في الفاليديتور انت قلت له لو الفاليوز امتي اعمل لي ريتيرن، فهو هيفهم ان هو هيعمل له ريبيلد، هيعمل التكست فورم فيلد ريبيلد بالايرور مسج ديت. طب لو ما كانش امتي انت قايل له برضه اعمل له ريتيرن، فبالتالي هيبني هيعمل له ريبيلد بايرور مسج بس ايه، بس فاضيه. فعشان كده في حاله ان انت شايف ان ما في ان الفاليديشن نجح خلاص، فانت مش عايزه يعمل ريبيلد من غير اي ايرور، فبالتالي لازم تمسح الريتيرن ده. هيعمل لك علامات صفراء كده بيقول لك ان في ميسنج ريتيرن ستيتمنت، بس انت اساسا مش عايز ريتيرن ستيتمنت. انا في الحاله دي انا عايز اقول له لا ما فيش ايرور، اعمل ريبيلد لكن من غير اي ايرور. فاعمل لها سبريس بس مش اكتر، وتعالى كده نجرب بكنترول اس ونجرب مثلا ندخل قيمه ونشوف هل دي هتبني ولا لا. فتعالى نعمل ساين اب، فزي ما انت شايف بالفعل الاولى ما اتعمل لهاش ريبيلد بالايرور مسج، لكن الاثنين التانيين اتعمل لهم ريبيلد بالايرور مسج، ودي فايده الفاليديت. دي اول نقطه، يعني الفاليديت دي بتعمل ايه؟ بتعمل فورس ريبيلد، بتبني التكست فورم فيلد من الاول. طب هل بتسكت على كده؟ لا، خلي بالك احنا لو عملنا كنترول كيو على الفاليديت هتلاقي ان الريتيرن تايب بتاعها بول. طب ليه بول؟ ما هو من الاخر كده انت عايز تعرف بقى هل دلوقتي كلهم بالفعل ترو، يعني كلهم الفاليديشن بتاعهم ترو، فهي الفاليديت دي بترجع لك القيمه دي. لو التكست فيلد كلها كان فيها قيم هتلاقي الفاليديت دي القيمه بتاعتها ايه؟ ترو، رجعت لك ترو. لكن لو في اي واحده منهم فيها ايرور هيبقى الريتيرن بتاعها فولس، فبالتالي انا ممكن احطها جوه اف ستيتمنت واقول له كده لو الفاليديت كان ترو، يعني بالفعل كلهم ترو، في الحاله دي دو سمثينج، يعني هنعمل حاجه بقى ايا يكن اللي انت كنت هتعمله في الطبيعي، احنا هنعمل حاجه في الوقت ده. لكن غير كده هو كده انا مش محتاج اعمل اي حاجه ثانيه، لان هو غير كده تلقائيا هيعمل ايه؟ هيعرض
ايرور المسج لليوزر، فبالتالي اليوزر هيعرف ان في ايرور. تمام، تعالى بقى على شويه نقطه اللي هو هنظبط بس اليو اي مش اكتر. احنا كده خلصنا كل اللي احنا عايزينه، عملنا اليوزر انترفيس بتاعت الساين اب سكرين، وعملنا الفاليديشن باستخدام تكس فورم فيلد، بعد كده حطيناها جوه فورم، بعد كده بخلال الكي اللي يقدر يوصل للستيت بتاعت الفورم اللي فيها التكس فورم فيلد قدرت توصل لفاليديت اللي بتعمل فورس ريبيلد، وبالتالي بترجع لي برده قيمه ترو او فولس على حسب في ايرور ولا لا، وعلى الاساس ده انا هعمل ايا يكن اللي انا هعمله في الوقت ده. تمام قوي، بس دلوقتي فاضل ان احنا ايه نظبط بس شكل التكس فيلد بس مش اكتر. لو تلاحظ اول ما انا عملت ساين اب بس وظهر الايرور شكل التكس فيلد اتغير، وده شيء متوقع. ليه؟ لان الكاستم تكس فيلد لو تفتكر انا كنت قايل لك ان ليه اكتر من وضعيه، ليه الانيبل بوردر وليه الفوكس بوردر وليه حالتين تانيين في الايرور. يعني لو جيت كده قلت ايرور بس هتلاقي في حاجتين ظهروا لك، ايرور بوردر وفوكسد ايرور بوردر، اللي هما الوضعين سواء انا مثلا مش ضاغط عليه او ضاغط عليه. لو استخدمتهم نفس الاستخدام ده بالظبط بس هتخلي البوردر بقى بتاعك يبقى ايه، يبقى ريد، بس انا مش هستخدمه، انا هستخدم البوردر العادي بتاعنا. انا بحب استخدم البوردر في الايرور بس مش اكتر. هو البوردر ده تحس ان هو جنرال، يعني ممكن تستخدمه لكل الحالات، بس انا ما بحبش اعمل كده لان هو لما بستخدمه للحاله الانيبل بوردر والفوكس بوردر بيخلي لي لما باجي اعمل عليه كليك البوردر بتاعه بيبقى ليه لون جاي من الثيم برضو، فعشان تغيره الموضوع لحد ما مرهق، فانا بريح دماغي وبعمل في الايرور بس بستخدمه مش اكتر. تمام، ولو جينا كده بقى عملنا ران في الوضعيه ديت وجينا عملنا ساين اب هتلاقي كلهم اشتغلوا تمام جدا. حلو قوي. النقطه الثانيه بقى عشان نحسن برضو اليوزر انترفيس بتاعتنا، انا دلوقتي كلهم الثلاثه بيظهروا لي ايه، values empty values empty values empty. لا انا عايزه في حاله اليوزر يقول لي يوزر از امتي، الايميل يقول لي ايميل از امتي، نفس الكلام في الباسورد. طب دي اعملها ازاي؟ انت احنا هنا قايلين ان ده ريتيرن الايرور مسج اللي بتظهر اليوزر. طب سهل، انا ممكن اتحكم في الايرور مسج دي بقى على اساس لو انا في الايميل لو في الباسورد او في اليوزر اقول له رجع لي حاجه كذا. طب دي اعملها ازاي؟ ما احنا عارفين من خلال الهنت او الايكون احنا حاليا دلوقتي يوزر ولا باسورد ولا ايميل، فاحنا ممكن نعمل ميثود مثلا، الميثود دي هترجع لي سترينج ونسميها ايرور مسج. تمام، والايرور مسج دي هتاخد سترينج هنسميه اس تي ار مثلا، وانا ممكن اعمل سويتش للسترينج ده. طبعا السترينج ده اللي هو ايه؟ اللي هو الهنت، وعلى اساس الهنت هرجع له الايرور مسج اللي هتتعمل لها ريتيرن. تمام قوي. طبعا انا ما بحبش او هو بلاش تستخدم الايكون. ليه بلاش تستخدم الايكون؟ لان في عمليه المقارنه الايكون ممكن تعمل لك مشاكل بالذات في حاله السويتش، فبلاش تستخدم الايكون او في الاف كمان، فبلاش تستخدم الايكون، يفضل تستخدم الهنت او ايا يكن. لو انت حبيت تعمل طريقه مختلفه عن اللي انا هعملها مفيش مشكله، بس بلاش تستخدم الايكون عشان ما تعملكش مشاكل. حلو قوي، تعالى نحط الهنت، هعمل سويتش للهنت، وطبعا كيس لازم اديله الفاليو بتاعت الهند بقى. فتعال نروح على الساين اب سكرين ونجيب الهند تكست اللي عندنا. اول حاجه لو كان النيم، فانا اقول له في حاله النيم، في حاله اللي هو بيقول لي انتر يور نيم، هقول له ايه؟ هقول له ريتيرن. والمره دي بقى الايرور مسج اللي هتطلع له هتبقى نيم از امتي. تمام، ممكن اعمل له علامه تعجب كده وفي الاخر سيمي كولون. طبعا انت في الحاله دي مش هتضطر تحط بريك بعد كل كيس، لان انت الريتيرن تلقائيا بيخليه يطلع بره السويتش، فانت مش محتاج تعمل بريك وهو مش هيقول لك ان في ايرور زي ما انت شايف. وتعالى نجيب الانتر يور ايميل، وتعالى برده نفس الكلام نجيب انتر يور باسورد، بس تعالى الاول ناخده دي كوبي بيست تاني. طبعا اتاكد ان انت بتعمل لهم كوبي صح، لان انت لو في حاجه غلط في الهند تكست تلقائيا الكيس مش هتتحقق، فهتلاقي المسج اللي طالعه لك فيها مشكله اصلا، هتلاقي امتي مسج بقى في الحاله ديت. انت فانت عشان كده يفضل لو استخدمت كيس حط لهم ديفولت عشان تتاكد ان انت ايه، لو الديفولت طلع يبقى انت عندك مشكله في الكيسز بتاعتك فتقدر تحلها. بس يعني احنا اخدين كوبي بيس فالمفروض مش هيبقى في مشاكل. الايميل از امتي، وفي حاله الباسورد هنخليها ايه، الباسورد از امتي. وتعالى هنا نخلي الريتيرن ستيتمنت بتاعنا هو الايرور مسج، وتلقائيا الايرور مسج هترجع لي ايه، هترجع لي سترينج اللي هو الايرور مسج بتاعتي. وتعالى بقى نعمل ران كنترول اس كده، وتعالى مثلا نجرب ساين اب. هتلاقي بالفعل اول واحده قال لي نيم از امتي، ايميل از امتي، باسورد از امتي. تمام قوي، يعني انا كده ماشي صح.
كده انا بالفعل عملت الفاليديشن وعملت كاستمايز للتكست فورم فيلد من الاول وجديد، وغيرت فيه شويه حاجات وعملنا الميثود بتاعتنا. اظن كده الموضوع سهل. طبعا في اللوجن سكرين بتاعتك انت ممكن، انا هسيب لك انت التشالنج ده برده، تعمل نفس الكلام اللي احنا عملناه دلوقتي للوجن سكرين. هتعمل نفس الكلام، هتعمل فورم، والفورم هتستخدم الكي، ومن الكي بس انت التكست فورم فيلد من جاهز عندك. ودي فايده ان احنا ايه، خلينا التكست فورم فيلد دي ويدجت لوحديها، شايف عدلنا في مكان واحد لكن التعديلات ظهرت في كل مكان كنا مستخدمينها فيها. فدي حلاوه انك تكون منظم في الابلكيشن شويه، التعديلات شايف التعديلات بتبقى ايه، بسيطه وفي نفس الوقت بتاثر معاك في كل حته. بس كده الفيديو النهارده يكون خلص. ما اعتقدش الموضوع صعب، بس ان شاء الله المره الجايه هنخلص الاوثنتيكيشن بعد ما نعمل الفاليديشن. يبقى احنا كده نقدر نعمل اوثنتيكيشن بقى. وكده اشوفكم في فيديو المره الجايه، واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. ومع السلامه.